أولاد بالكاب. اهلا وسهلا بكم من جديد في اولاد الكاب. مازال متصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية. سعيد جدا باش نحكيو على انا المربي وخصوصيتك عهدتي من تنظيم الجمعية التونسية للشبان والعلم. بقربة معنا رئيس الجمعية سي انيس تاجا. اهلا وسهلا بك سي انيس. مرحبا اخويا ومرحبا بالبرنامج متاع اولاد الكاب ومستمعينا اللي يسمع فينا الكل على الزوند متاعنا الكل ولا يسمع فينا سبيسيالمون من قربة. تحية لهم الناس الكل. نمشيو تو سويت للانترفيو دي جوغ. L'interview du jour. انا المربي وخصوصيتك عهدتي. دونك شنو بالضبط الكونسيبت سينيس؟ هو ملتقى محلي على مستوى معتمدية قربة بالتحديد دائرتي قربة 1 و2 اللي يضم فوق قرابة 90 مربي مع الإطارات الموجودة بالمؤسسات التربوية والمندوبية الجهوية للتربية. فما حكاية 120 إن شاء الله, الله. باش يكونوا يلتقيوا على التعهد بذوي الاحتياجات الخصوصية. اش معناها دولونسونس وانو هالتلامذة هذوما اللي مع العاديين هما ما نقولوش مش عاديين لكن عندهم فما البعض منهم اللي تلقى عنده طيف توحد, فما اللي تلقى عنده مثلا فرط في الحركة, فما اللي تلقى فهم البطيء. هذا كل يقلق شوية المربي في سير الدروس العادي مع التلامذة العاديين. مش معناها هذا, بالعكس أي مربي قاعد يبذل في مجهود ويضاعف المجهودات وسورتو كي يبدأ فوق 30 تلميذ معناها تخيل أنت. لكن هنا باش نجيبوا مختصين باش يعطيو الآليات, باش يحكيو على الآليات نتاع التعامل مع ذوي الاحتياجات الخصوصية عن طريق مختصين. مختصين هما اللي باش يكونوا مؤثرين لليوم هذا باش يكون ان شاء الله نهار 28 ماي 2023 من بالضبط في المركب الشبابي بمدينة قربة. بالمركب الشبابي بمدينة قربة. علما انه خلينا نذكر زاد النشاط هذايا باش يكون نشاط من انشطة الجمعية التونسية للشبان والعلم بقربة. دونك سيانيس انت رئيس الجمعية, دونك احكينا شوية على الجمعية التونسية للشبان والعلم بقربة. الجمعية التونسية للشبان والعلم بقربة ممكن من الوهلة الأولى يوحي الاسم اني مختصة كان في العلم فقط, لكن هي بالاساس حسب الرائد الرسمي ثقافية. دونك يقولوا ثقافية يعني فيها عديد الأنشطة, تنجم تعمل الفن, تنجم تعمل المسرح, تنجم تعمل العلمي معني بالشباب يعني بالضبط الشباب والعلم مع بعض بالضبط بالضبط. وأي نشاط هدف, خلينا نقولوا هدف موجه. طب مثلا عندنا برنامج الصحة للجميع زاد الصحة للجميع, يقول قايل شنو دخل مادام لقينا منفذ ويفيد لما لا ديما معناتها وين تكون فما الاستفادة وين مش تكون للجمعية ولا موجودة. يعطيك صح. هو من أبرز وآخر النشاطات اللي تقوم بهم الجمعية. دونك أنا المربي وخصوصيتك عهدتي. دونك العنوان الساعة خليني نقول لك اللي هو عنوان ممتاز جدا, عنوان أنا أعجبني برشا وجذبني برشا زادة مش أني نتبع ونفهم شنو الحكاية بالضبط. أنا المربي وخصوصيتك على غالب عندي مشكلة مع هالكلمة هذه وخصوصيتك عهدتي. دونك هنا نحكيه على علاقة المربي بالتلميذ اللي خاصة اللي قلنا عليه يكون عنده ذي الاحتياجات الخصوصية. دونك يوم بش يكون كما كنا نحكي وبتأثيث وبتأطير أخصائيين أكيد. دونك بش تكون قلت لي بكري فما معناتها فما مشاركين أخرين كما شكون بالضبط خلف المربين معنى انت تقصد يعني بالشراكة مع من؟ بالشراكة مع المندوبية الجهوية المندوبية الجهوية للتربية بنابل ومعها عنا زاد سيد مندوب حماية الطفولة سيد فما متفقدين مختصين في المجال هذا. فما زاد مندوب كنقول سيد مندوب حماية الطفولة وهيكل الرست مش يحكي على هيكل الرست ثم تجارب شخصية ناجحة كما تجربتي باش ان شاء الله باش نقوم بها وتجربة متاع مدير مؤسسة تربوية. تجربتك في مشروع بالضبط في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخصوصية بحكم انك انت تعاملت مع ذوي الاحتياجات الخصوصية وطرحت الموضوع هذا لانه اكيد يقلق برشا المربي. هو راهو ما نجموش نقولوا اللي
اللي المربي عنده مش واحد بركة، عنده قسم كامل يكون فيها يمكن 30 تلميذ وأكثر. 20 تلميذ يمكن أكثر كما ما قلت. دونك ساعاتك فما شكونك اللي يلزم يعلمه بيحبه للتلميذ ذاك، لكن يلقى معها شوية كالصعوبات هذيك. كالصعوبات هذيك تنجم تكون من إنسان عادي، معناتها انسان سليم المدارك العقليه نتاعو كامله، ولا انسان ذوي احتياجات خاصه اللي يكون عنده شويه نقص ذهنيا، نقص من اي من اي نوع اخر حركة. لكن هذا بالضبط، لكن هذا ما يستقصيهوش من بقيه التلامذه، يبقى ماله الا تلميذ كالتلامذه الاخرين الكل. دونك من حقه انه باش يتعلم، من حقه انه باش يقرا، من حق زاد انه من حق زاد على المربي نتاعو انه يعلمه ويوصل له المعلومه، خاطر ينجم الانسان هذاك يكون من ابرز الاسماء اللي تكون موجوده في تونس، وعلاش ليه وسارت في العالم الكل. صحيح فوالا. الصعوبات اللي تنجم تلقاها ما بين التلميذ والمربي شنو بالضبط، معناتها في شنو تنجم تمثل، شنو تنجم تكون، وكيفاش تنجم تتعامل معها؟ هاني قلت لك، كي تلقى تلميذ مثلا عنده فرط في الحركه، ولا طيفته واحد، ولا الفهم البطيء، ولا الثقل في التعامل مع الآليات الحسابية مثلا، إيه هنا إذا كان مش يتبعه هو وحده مش يلقى صعوبة، مش يضيع ربما الأخرين مسألة الأخرين. لكن احنا نقوله هنا انت تقوم له بتغدق عليه بالحب، نقولها ونعودها المحبة بتبع. لما تحب الشخص يولي هو في يطاوعك. صحيح فهمت، معناها هنا انا نحكي لك من خلال التجارب. هذاك علاش انا كي ولدك نعم. بالضبط ما نقولش كي ولدك، ولدك ونجم نطرح السؤال اللي كنتي. لو كان انت عندك وليد من ذي الاحتياجات الخصوصيه، من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، شنو تعمل؟ ما باش تصرف نهت قلبك وباش تحاول تتلهى به، هي كيف كيف. نحن هنا معنا كمربين يلزمنا نحبه، يلزم كي نقول يلزمني نحبه، معنا بالحق نحبه باش نطوعه أكيد، نولي ناخو منه، نقول احنا الزبدة، يولي اللي نعطيه له ياخذه أكيد. أي بالطبيعة ويتبعك لأنك حبيته، وذي سر، وذي سر سر كبير بالضبط، ولكن ما هوش سهل باش تحب، انت مش تمثل. صحيح، ما كيفش تحبه بالحق، الحب هو شعور، شعور صحيح، وشعور ينجم نبارتاجيوه، نجم نتشاركوه مع الصغيرات بالضبط، مش بالضروره معناتها ان نمثلوا ان نحبوا الشخص هذاك باش يحبنا، مش يبادلنا نفس الحب. صحيح فوالا. خليني هو هنا نطرح عليك السؤال، هو السؤال هذا نورمالمون يكون الى وزاره التربيه والمندوبيه الجهويه للتربيه بنابل، لكن بحكم انك مربي اكيد انه نجم يكون عندك اجابه على الموضوع هذا. اليوم علاش ما نعملوش قسم معين، قسم لذوي الاحتياجات الخصوصيه، ويكون من خلال مختصين يتعاملوا معهم. الاختلاط هذايا هو اللي نجم يعطل سير العمل ولا يعطل سير الدرس. علاش مش موجودين؟ يعطيك صح، انت حطيت صبعك على الداء. معناها هنا باش يكونوا تلامذه ذوي الاحتياجات الخصوصيه في قسم خاص ومعاه مربي خاص يلزم يكون، راهو المربي لهنا إذا كان باش يقوم دور، راهو باش يعوض دور المربي الخاص لذوي الاحتياجات الخصوصية. خاطر ماهوش سهل، ماهوش راهو كلام، فيه تعب كبير مع التعب اللي يقوم به المربي أينما كان. بالطبيعة تعب كبير كبير كبير، وتحية إجلال للمربي الكل. تحية كبيرة لهم بالرسم. منبركم الكابا فام يعطي الصحة اللي يوفر الفرصة هذه، معناها الناس كلها صدقني تعب برشا. لكن هو كما قلت لك باش يعوض دور المربين، المربي الخاص. هاي. وهما لازم يكونوا التلامذه ذوي الاحتياجات الخصوصيه يكونوا مع بعضهم باش ما يحسوش بالاختلاف. صحيت هنا احنا نجدوا من خلال منبر الكابا فام وزاره التربيه ان يتوفر، وماهوش عزيز ينجم فما امكانيه انه يكونوا تلامذه ذوي الاحتياجات الخصوصيه في قسم خاص. أي. لكن ربما الصعوبة فيش في أنه يكون سنة ثانية ولا سنة أولى ولا سنة ثالثة ولا سنة رابعة، مش تلقى زوز ثلاثة مش برشا. فهمتك. أنا بس جمعهم الكل، فهمت.
هذه صعوبه وين هذه صعوبه فين اي اي صحيح دونك نرجع للمشروع نتاعنا دونك التظاهره اللي باش تكون نهار 28 ماي 2023 دونك في دار الشباب قرب بعنوان انا المربي وخصوصيتك عهدتي من تنظيم الجمعيه التونسيه للشبان والعلم بقربة. شكرا لك سي أنستاغا رئيس الجمعية عطيتنا المزيد من التفاصيل وإن شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح الكامل وعندي ثقة فيك وفي أعضاء الجمعية الكل ومتأكد من المواضيع هذه أكيد تنجح المواضيع التي تلمس القلب المواضيع اللي تكون فيها برشا حب دايخ حتى أنت بيدك زادة تحكي في الموضوع بكل حب بكل طلاقة بكل مأمن أنه المشروع هذا باش يكون ليه صدى كبير خاصة على الصغيرات هذوكم اللي ما عندهم حتى دخل لا عملت لديهم لسقيهم دونك هما كيك كيفهم كيفنا لكن سبحان الله كل إنسان يختلف من ناحية معينة دونك ما نقسيوهمش ديما لازمهم يكونوا كيفنا كيفهم وربي فضل لنا صغيرتنا كل وربي فضلكم انتم زاد علينا امين يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة وكلمة أخيرة إذا فهمت ممكن بالطبيعة بارك الله فيك 28 ماي 2023 التاريخ هذا ما يذكركش بحاجة 28 ماي 2023 هو التاريخ شنو؟ تاريخ كثرة التواريخ عندي ايه هو تاريخ عيد الأمهات 28 ماي عيد الأمهات عيد الأمهات ان شاء الله يا ربي كيفاش غابت عليا هذه كيفاش غابت عليا سيد المخرج هو تاريخ قلت لك عيد الأمهات ان شاء الله كل أم حية بخير وليداتهم العاديين واللي من ذوي الاحتياجات الخصوصية بألف ألف خير يا رب امين يا ربي ورب فضلنا النساء تونس الكل والامهات الكل الكابا فام اللي وفرت لنا الفرصه هذه مره اخرى ومجددا بارك الله فيكم شكرا لك يعطيك الصحه سي أنستاغا رئيس الجمعيه التونسيه للشبان والعلم بقرب على المزيد من التفاصيل تلقاوها بتبيعوا في سلموا على باش فيسبوك راديو كابا فام على الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زاده هذا الانترفيو دو جور الموسيقى مازالت معكم بلا ماتر جيمز توت سويت على كابا فيم نرجع معكم بعد شوية